بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من حصاد اليوم، نناقش في ملفها الأول تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة وتأكيده أن الملتقى الوطني لن يكون بديلا عن عناصر الخطة الأممية. أما في الملف الثاني سنناقش عقيلة صالح يعلن حالة الطوارئ في الجنوب تزامنا مع وقف إطلاق النار من قبل التبوة اللواء السادس مشاد. شدد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة على أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا بعد الاستفتاء على الدستور، مدافعا في الوقت نفسه عن خطته التي اعتبرها الحل المثالي للأزمة. وقال سلامة في كلمة له خلال مشاركته في إحدى الجلسات التمهيدية للملتقى الوطني الليبي في العاصمة طرابلس، قال إن عناصر خطته لحل الأزمة الليبية يكمل بعضها البعض. التفاصيل في التقرير نتابع. تمهيدا للملتقى الوطني الليبي عقدت جلسة تشاورية أخرى في بلدية بوسليم بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، الذي أكد أن هذه الاجتماعات تهدف إلى الاستماع إلى أكبر عدد ممكن من الليبيين للمشاركة في بناء مستقبل ليبيا. سلامة أشار إلى أن خريطة الطريق التي أعلن عنها سابقا بدأ تنفيذها انطلاقا من الجلسات التحضيرية للملتقى الوطني الجامع، مؤكدا أنه لن يكون بديلا عن أي عنصر من عناصر خطة عمل البعثة الأممية في ليبيا التي أعلن عنها مسبقا لحل الأزمة. وفيما يتعلق بالاتفاق السياسي الموقع في ديسمبر 2015، قال سلامة أنه سيبقى قائما إلى حين سن دستور للبلاد وإجراء الانتخابات، مضيفا أن المؤسسات الليبية الحكومية بحاجة إلى دماء جديدة لإحياء شرعيتها وفق تعبيره. وفي حديثه عن الأوضاع في ليبيا، شدد المبعوث الأممي على ضرورة وقف التدخلات الخارجية لكل دولة تعتبر أن من حقها أن تتدخل عسكريا أو ماليا أو سياسيا، مشيرا إلى أن البعثة ستعمل على الحفاظ على الثروة الوطنية ووحدة التراب الليبي. وتعليقا على الاجتماعات التمهيدية التي انطلقت في زوارة وبنغازي وغريان وبراك الشاطي، قال بعض المتابعين إن سلامة استشعر انسداد أفق الحل بين مجلسي النواب والدولة لتعديل الاتفاق السياسي، لذلك بدأت التهيئة للملتقى الوطني الجامع. وما يعزز هذه الفرضية حسب رأيهم هو إعلان سلامة أمام مجلس الأمن الدولي في 21 من مارس الماضي البدء في عقد جلسة حوار أخيرة بين النواب والدولة لتعديل اتفاق الصخيرات، لكن لا شيء تغير منذ ذلك التاريخ. ورغم الانتقادات التي وجهها البعض للمبعوث الأممي، أكد أن الهدف من الملتقى الجامع هو تنفيذ كل عناصر خطة الأمم المتحدة التي تتضمن الوصول إلى دستور وانتخابات وحماية الحدود ووقف التدخل الأجنبي وحماية الأرصدة الليبية. لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية السيد صلاح البكوش الناشط السياسي. أيضا أرحب به عبر سكايب من بنغازي عضو مجلس النواب السيد أبو بكر بعيرة، وهنا في الاستوديو مدير مركز بيان للدراسات السيد نزار كريكش. أهلا بك أولا. نبدأ مع السيد بعيرة. سيدي الكريم، نناقش أولا الخطوة المتعلقة بالقيام بهذا المؤتمر، والاتفاق السياسي يعني لم يعدل بعد، كيف تعلق أولا على هذه الخطوة؟ أهلا وسهلا، أحييك وأحيي مشاهديك وضيوفك الكرام. أعتقد أن هناك نوع من الارتباك في أداء خطة الأمم المتحدة المؤتمر الجامع الذي بدأ في التحضير له منذ الآن. تواجهه الكثير من الصعوبات، عفوا، أول هذه الصعوبات وأنه حتى الآن لا أساس لا قانوني ولا دستوري لوجود مثل هذا المؤتمر. سيد غسان سلامة عفوا أشار منذ أيام، ربما في حدود أسبوع، إلى أن هذا المؤتمر سوف يكون نوعا من البديل لكل مجلس النواب ومجلس الدولة، وأعتقد أن هذا من الأخطاء التي ارتكبتها الأمم المتحدة. نحن استثمرنا كليبيين الكثير من الجهد والوقت في موضوع الاتفاق السياسي. طيب، لكي نستوضح نقطة منك سيد بعيرة، هل قيام سيد غسان سلامة بمؤتمر وطني يحتاج أصلا إلى أساس قانوني؟ يجعلنا كمن يقفز في الهواء. في تصوري أن السيد غسان سلامة كان الأحرى به أن يركز على
مفتاح العملية السياسية هو مجلس النواب. مجلس النواب تشظى وانقسم على نفسه وأصبح يتمسك بآراء معينة ربما هي من عرقل الوصول إلى. طيب سيد بعيرة، لكي أناقش معك كل ما ذكرت، هل تستمع لي الآن بشكل جيد؟ نعم. أحتاج أن أناقش معك التفاصيل التي تحدثت عنها، هل أنت الآن تستمع لي بشكل جيد؟ نعم أسمعك بشكل جيد. طيب، تحدثت أولا عن أن قيام السيد غسان سلامة بهكذا خطوة لا تستند لأي أساس قانوني، هل لك أن توضح لنا ذلك؟ نعم، لا في الاتفاق السياسي ولا في الإعلان الدستوري يوجد ما يسمى بالمؤتمر الوطني الجامع. هذا عبارة عن مقترح قدمه السيد غسان السلامة في خطته التي ألقاها أمام مجلس الأمن منذ شهور. اقترح فيها أن أحد الخطوات هو المؤتمر الجامع، وأعتقد أن هذا نوع من تجنب الخلاف القائم ما بين مجلس النواب ومجلس الدولة. لم يتفقوا على رأي، اختلفوا لأن هناك كان خلل في تكوين لجان الحوار أصلا. طيب سأعود إليك سيد بعيرة لأناقش فعلا هذا التفصيل وهو عدم الاتفاق إلى الآن في الاتفاق السياسي. فقد دعني أذهب إلى ضيفنا هنا في الاستوديو سيد نزار. يعني هناك انتقادات أولا وجهت من عديد الجهات قيام سلامة بهكذا خطوة، كيف وجدتها؟ يعني وطبيعي أن يكون هناك حالة من عدم الثقة بين المسار السياسي في ليبيا ومؤسسات الأمم المتحدة. ليست مسألة في شخص غسان سلامة، طبيعي في كل الأزمات يكون فيه تخوف من أي منظمة دولية، ولكن هناك سوء فهم لما يقوله غسان سلامة، لأن غسان سلامة لا يعتقد بأن الاتفاق السياسي هو مسألة يعني يلقى عليها عبء المرحلة الانتقالية، بل هو يعتقد بأن الاتفاق السياسي هو محطة لإنهاء المرحلة الانتقالية، وأن الاتفاق السياسي كما صرح هو في مؤخرا في اجتماع نادي روما 2017 نهاية 2017 شرح فيها فكرة أن كل هذه المسارات ستمشي تمضي على التوازي، بمعنى لا يلغي شيء. لذلك لا يملك غسان سلامة أصلا أن يلغي الاتفاق السياسي لأنه مقر في فبراير 2017 من مجلس الأمن. لم يقل بأنه يلغي الاتفاق. لن يلغي. طيب كيف وجدتها إذن قيامه بهذه الخطوة؟ هل تدعم مثلا الخطوة السابقة وهو الذهاب نحو تعديل الاتفاق يعني بشكل سريع؟ هو لا يرى بأن تعديل الاتفاق هو جوهر خطته. هناك أربع مستويات متوازية بالفعل. تحرك فيها تحرك في مجال المصالح الوطنية، تحرك في مجال القضايا المتعلقة بالحوار الوطني، تحرك في مجال الانتخابات، ويتحرك في مجال الاتفاق السياسي. هو يرى بأن الهدف للاتفاق السياسي هو خلق أجسام تدير المرحلة الانتقالية. لذلك يقول هو بالنص، يقول أن الاتفاق السياسي لم يبنى على أن يكون هو داعم للمرحلة المستمرة في ليبيا. طيب. لذلك الآن هو يمضي في عدة مستويات. إذا فهمنا أن غسان سلامة ينتظر في التفاهم على الاتفاق السياسي سنخطئ الطريق في فهم. طيب سنعود لنناقش هذه النقطة، وهنا أريد أن أيضا أن أذهب بذات النقطة إلى سيد البكوش. لماذا برأيك سيد البكوش اتجه سلامة إلى الجلسات التمهيدية للملتقى الوطني الجامع، وهو قد أعلن في مدة سابقة بأن هناك جلسة ستعقد بين الأطراف التي لم تتفق بعد نحو الاتفاق السياسي وهو مجلس النواب المجلس الأعلى للدولة؟ لا هو لم يعلن عن جلسة، يعني في لقاء لا، قال أن هذه ستكون محاورة شخصية وليست جلسة، ولكن دعينا نقول ألم يعلن في مارس الماضي حتى وإن كان بشكل غير صريح؟ نعم، دعيني أقول نحن لا نبني على إفادة السيد غسان سلامة التي اقترح فيها مشروعه وخطته أمام مجلس الأمن لا تعني شيئا على الإطلاق. كان ذلك مقترحا، ما نذهب إليه وما نعتمد عليه هو قرارات مجلس الأمن بخصوص القضية الليبية بناء تحت البند السابع، القرار 23/76 الذي أعطى الولاية لغسان سلامة يقول رقم واحد عملية سياسية في إطار الاتفاق السياسي، رقم اثنين الاستمرار في تنفيذ أو في تطبيق الاتفاق السياسي. هذا هو القرار 23/76 تحت البند السابع، وليست مقترحات غسان سلامة. طيب والملتقى درس مجلس الأمن مقترحات غسان سلامة وقال هذا هو قرار مجلس الأمن.
استمر في تطبيق الاتفاق السياسي. الآن غسان سلامة يقول لنا في بوسليم، يقول أنه سيذهب إلى إعلان أن تعديل الاتفاق السياسي قد انتهت، وفي نفس الوقت الأوراق التي بعثت بها منظمة الحوار الإنساني الموكلة من قبل سلامة لتأسيس هذه المؤتمرات الشعبية. طيب، ولكن سيدي تقول بأن هذا ليس بديلا. سلامة لم يعلن إنهاء الاتفاق السياسي. خليني نكمل. ولكن نحتاج إلى نقاش حول بعض المعلومات إن سمحت. يا سيدتي خليني نكمل الكلام بتاعي، أنت بتقاطعي فيا. ترى ما تكلمش واجد، راه مريش حتى دقيقة ونص. ولكنك تحدثت سيدي. هذه النقطة الأخيرة اللي بنقولها لك. تفضل. إن غسان سلامة في بوسليم يقول إن سيعلن انتهاء تعديل الاتفاق السياسي، عملية تعديل الاتفاق السياسي، والأوراق اللي بعثت بها الـ HD للمؤتمرات اللي يديروا فيها توا تقول بالنص، وعندي النص نقدر نقرأ عليك، أن هذه المؤتمرات ليست بديلا عن عملية تعديل الاتفاق السياسي. فهذا الغموض وهذا التخبط وهذه الإشارات المتناقضة هي ما تعطي هذا المشهد غموضا، وما تقودنا إلى القول بأن ما قاله الدكتور بعيرة يعني له الكثير من المصداقية. طيب دعني أعود إلى سيد بعيرة. سيد الكريم، لماذا إلى الآن لم يتم الجلوس فعلا بين المجلس الأعلى وأيضا مجلس النواب لتعديل الاتفاق السياسي الذي أعلن اليوم عنه سلامة بأنه موجود ومستمر وأن الملتقى اليوم لا يلغيه؟ هناك خلافات بين الطرفين، هناك خلافات أنا أرى أنها تحركها بعض المصالح الشخصية وعدم الوضوح، وحتى طريقة اختيار لجان الحوار لم تكن طريقة ديمقراطية ولا صحيحة، وبالتالي هذه المصالح الشخصية هي التي وقفت عائقا. كل واحد يريد أن يكون في المشهد بشكل أو بآخر، ومهما كانت المعطيات أنا شبهتها في بعض وسائل الإعلام سابقا بلعبة الكراسي الموسيقية، 3-4 أشخاص يتطلعون المشهد، هناك 3 أو 4 وهناك عدد كراسي أقل. هذا هو ما يحصل مشهد سياسي الآن. ثم أيضا السيد غسان سلامة ربما صارع منذ البداية لإلغاء دور الجيش، وخاصة في شرق ليبيا في برقة، ذكر بأن الجيش ليس طرفا في تصوره للعملية السياسية. وانت يعني احنا لابد أن ننظر إلى أمر الواقع، الجيش لا يثق في السياسيين، والجيش الآن يصرح كثيرا بأنه يخاف على العملية السياسية في ليبيا من أخطاء السياسيين، وأعتقد لديه الكثير من الصحة فيما يقوله. هذه الخلافات هي التي لم توصلنا إلى اتفاق بين الأطراف السياسية الرئيسية. وأنا منذ ما يزيد عن العام وأنا منادي بأنه لا حل للمشكلة الليبية لا عن طريق الأمم المتحدة ولا عن طريق المبعوث الذي يأتي إلى هنا. إذن الحل يكمن عن طريق ماذا سيد بعيرة؟ الأطراف السياسية الرئيسية والتنازل لبعضها البعض لكي نخرج البلد من هذه الحلقة المفرغة. نعم. طيب الحل إذن برأيك ماذا إذا لم يكن عن طريق الأمم المتحدة ولا بتنازل الأطراف؟ الحل في اتفاق، الحل في الأطراف الليبية يجب أن ترجع تراجع أنفسها وأن تتنازل لبعضها البعض، وأن تخرج المواطن الليبي من هذه الدوامة التي تزداد يوما عن يوم. إذا دخلنا في قضية المؤتمر الوطني سوف نضيع على الأقل سنة أخرى قادمة ونحن نبحث. أنا حضرت جلسة التحضير لهذا المؤتمر في بنغازي يوم الخميس الماضي، وكانت مشهدا من الفوضى، الصراع على الميكروفون، معارك، لأن الحاضرين ليسوا في مستوى واحد من التفكير وليسوا في مستوى واحد من النظر إلى مصلحة الوطن. لا تدار أمور الدولة هكذا، أمور الدولة يجب أن تكون من خلال أناس طبعا مصلحة الوطن أولا، يكون عندها نوع من البعد السياسي والتفكير السليم. طيب سيد بعيرة، في هذه النقطة دعني فقط أستوقفك لأذهب بها إلى السيد نزار. نعم اسمح لي بالمقاطعة سيد بعيرة. أعود هنا إلى سيد نزار. يعني تحدث سيد بعيرة عن عديد النقاط الهامة، ووصف القيام بهكذا خطوة من قبل سلامة هي يعني بما معناه مضيعة للوقت، كيف تعلق على ذلك؟ لا يعني لا أعرف لماذا الغضب من فكرة المؤتمر الوطني. لماذا لا يشارك الناس في الرأي؟ يعني هل حكر
أن يكون يعني المشاركة السياسية لمجموعة التي ذهبت إلى الصخيرات بدون تفويض. نفس الكلام ممكن يقال على اتفاق الصخيرات. اتفاق الصخيرات في ديباجته يؤكد أن اختيار هذا الاتفاق بناء على انتخابتين العمليتين الانتخاباتيين التي قامت في ليبيا. إذن هو اختار أقرب الأجسام انتخابا فاختارها لتفويض في شأن ليبيا. الآن كل هذه الأجسام فقدت شرعيتها. قد يكون المجلس الأمن بالتأكيد هو الإطار الوحيد الآن أصبح الاتفاق السياسي. ليس لأن الاتفاق السياسي سيكون بديل عن دستور دائم بل لأن لا يوجد سواه. ما دام هو هذا الإطار غسان سلامة لا يرى بأن يكون ننتظر اتفاق مجلس النواب وانتفاق المؤتمر الوطني ثم نمضي. هو يتحرك في أربع مسارات ذكرها أكثر من مرة. مسار المصالحة أصبح فيه مصالحة. طيب مسار الحوار الوطني أصبح فيه لماذا نريد مسار واحد؟ أظن أن هناك طرف يريد أن يستثمر في هذا الاتفاق ويعطي أكبر من حجمه. تحدث عن نقطة هامة سيدي، يحتوي كل المشهد السياسي في نريد أن نناقشها. هذا يضر بالمشهد لأنه لا يعطي لقوة أخرى المشاركة فيه. لا أدري لماذا الغضب من المشاركة المجتمع الليبي. طيب. لماذا يعني؟ أريد أن أسأل عن نقطة هامة أنت عرجت عليها. يعني السيد سلامة أكد بأن هذا المؤتمر أصلا لكي نستمع للجميع، نستمع لكل الليبيين، وهنا نرى بأن أطراف يعني كما سمعت يعني اعتقدت بأن هذا مضيعة فعليا للوقت. هل فعلا هل هذا الملتقى قادر أن يعني يوصل صوت الليبيين صراحة؟ نعم هو قادر أن يوصل صوت الليبيين لأنه هو سيجعل على الأقل المسار الاتفاق السياسي ليس المهيمن على المشهد. يمضي هذا المسار ويتحاور الأطراف السياسية، يتحاور الليبيين في مؤتمر وطني، يعد الانتخابات، نجري في مسار المصالحة. المسألة ليست خطية طولية يجب أن ننهي الاتفاق السياسي. انتظرنا هذا الاتفاق السياسي يعني مدة طويلة لم ينجح، من تعنت مجلس النواب، من فشل المجلس الرئاسي، الأوضاع يعني الشعب انتظر، أعطى فرصة هذا الاتفاق السياسي. مجلس الأمن يعني في قراءة قرار مجلس الأمن اللي ذكره الأستاذ صلاح، قراءة غسان سلامة على الأقل يعني لا يمكن موافقته فيها تماما، أنه هو لا يرى بأن الاتفاق السياسي قد أعد للوصول للمرحلة الدائمة، إنما أعد للوصول لحكومة يمكن أن تسير هذه المرحلة الانتقالية. طيب وهذه في هذه النقطة أن كل ما فشلت الحكومة، فشل السراج، ستزداد المشاكل في ليبيا، فبالتالي يصعب الوصول إلى مرحلة دائمة. طيب. أظن تعدد المسارات فكرة تحتاج إلى دراسة. طيب بخصوص تعدد المسارات هنا سأذهب بهذه النقطة إلى سيد البكوش. فعلا يعني ما تضير في الذهاب في عدة مسارات لتحقيق توافق داخل ليبيا سيد البكوش؟ شوفي خلينا أول نعترف بأن هناك بعض الأطراف في ليبيا، الأطراف السياسية التي هي مرفوضة من الشعب الليبي ومرفوضة من الدول الإقليمية المهيمنة على الشعب الليبي، تحاول أن تظهر بمظهر البراغماتية والاعتدال وما إلى ذلك. وهذا نراه على الصحف وتصريحات متكررة من هذه الأطراف. ولكن يجب أن لا نغفل بأن ليس هناك أحد يستطيع أن يقف ضد توسيع الحوار بين الليبيين، ولكن ما يقوم به سلامة الآن، لنأخذ مثال ما حدث في بنغازي. في هذه اللقاءات هناك سؤالين مهمين، وربما السيد نزار الذي يدافع الآن عن هذه اللقاءات يستطيع أن يقول لنا في هذه اللقاءات يجب الإجابة على سؤالين مهمين: من هم المدعوون لهذه اللقاءات وما هي المعايير، ما هي القضايا التي ستطرح ومن الذي يقررها. خلينا نقول من يحضر، من حضر في بنغازي، من هم المدعوين ومن دعاهم وما هي المعايير. سلامة قال الحضور لكل الليبيين سيد البكوش. بالله يا سيدتي خلينا إذا كان بناسله خلينا نسأله أسئلة منطقية. هذا ليس كلام سيد البكوش، هذا كلام سيد سلامة المبعوث الأمم إلى ليبيا، ليس كلامي أنا. خلينا نسأله يا سيدتي، خلينا نسأله شو معناها لكل الليبيين، شنو نديرها كيف المؤتمرات الأساسية، نتنادى تنادوا الليبيين اللي قالوه لنا توا، اللي قاله كريس تورنتون نتاع الحوار الإنساني اليوم على الجزيرة الإنجليزية كنت في لقاء معه، قال إن المجالس البلدية هي اللي قدمت دعوة.
يعني تعطي لرئيس المجلس البلدي بتاع بنغازي الذي عينه الحاكم العسكري في ظل غياب أو تهجير رئيس المجلس البلدي بتاع بنغازي الذي انتخب، تعطيه هو أن يقرر من اللي يحضر. طيب ألا نحتاج لتنازل كل الأطراف وفي نهاية الاجتماع الخلافات سيد البكوش لكي ننجز الاتفاق السياسي؟ نتناسل خلافات، لكن هناك طرق لتنظيم هذه الاجتماعات. يعني تو الجماعة في بنغازي تعرف شنو قالوا في نهاية اجتماعه؟ قالوا نحن مش عجبنا، ليش شخصية أخرى أو جهة أخرى تقرر الأجندة؟ يعني تعتقد يا سيدتي أن أكثر من 150 ليبي يقدروا يناقشوا القضية الأمنية في ساعة ونص؟ وهل تعتقد بأن الممثلين اليوم للمشهد السياسي استطاعوا أن يجدوا حلول؟ هذا بغض ما يعني كان ما استطاعوش يجدوا حلول، نبغوا نمشي نجدوا حل أحسن، مش نجيب 150 200 ليبي ونقول بالله ناقشوا القضية الدستورية خلال ساعة ونص. طيب وناقشوا القضية طيب الأمنية دعني خلال أسأل ساعة ونص. السيد بعيرة وهو مسؤول في جهة تشريعية في الدولة، سيد بعيرة الخلل كان في المؤتمر كفكرة أم الخلل كان في من جاء أو دعي لهذا المؤتمر؟ لا، هو شوف الخلل في أولا عدم الثبات على رأي من قبل مبعوث الأمم المتحدة، يعني يتأرجح في الآراء بين فكرة وأخرى وبشكل متكرر. كما أشار السيد صلاح، العدد الذي يحضر غير متجانس، يعني لا أحد ينكر على الليبيين فكرة المشاركة والمناقشة، ولكن لا نريد أن نرجع إلى فكرة المؤتمرات الشعبية الأساسية والفوضى اللي كانت تسود فيها والتنادي كما قال السيد صلاح. مشاركة الليبيين لتكون في سبيل تهيئتهم للاستفتاء للدستور، يعني عندما يلتقون يتحدثوا عن كيفية، لأن الدستور يجب أن يعتمد من الناس ثلثين الناخبين، فلو جهزناهم للاستعداد للاستفتاء على الدستور يبدا امر مقبول، لكن اني نلم مجموعه غير متجانسه ونقول لهم تعالوا اقترحوا هيكليه حكومه ولا اقترحوا حكومه، لماذا تدار الدول من قبل مثلا مجالس وزراء او طواقم معينه؟ طيب. نسمح كل الناس ان يجتمعوا يقولوا نديروا شؤون الحكومه؟ لا، هناك نخب مؤهله بشكل او باخر يجب ان يكون لها راي، وهذا ما تم من خلال مناقشه الاتفاق السياسي، كان هناك مندوبون عن البرلمان، كان هناك مندوبون عن المؤتمر الوطني السابق الذي تشبث بالسلطه ورفض ان يخرج من المشهد، وتم قبوله لكي نتيح فرصه امام الليبيين لحل الاشكال السياسي، على الاقل وصلنا الى اطار عام لبناء الدوله. طيب سيد بعيرة، لأنك تحدثت عن النخب ودورهم الهام في الخروج بليبيا من هذه الأزمة، أنتم هناك في مجلس النواب، لماذا إلى الآن لم يتم فعلا الاستفتاء على الدستور لكي ننهي هذا الجدل ونذهب خطوة للأمام؟ مجلس النواب حصل فيه نوع من التشظي الذي يعرفه الجميع والإشكالات، كثير من الأعضاء تغيبوا عن الحضور ولا يأتون إلى الجلسات لأسباب طبعا أدت بهم إلى ذلك. طيب من يتحمل سيدي الكريم هذه المسؤولية الملقاة على عاتق الجهة التشريعية في الدولة؟ كان يفترض على السيد غسان سلامة كما قلت سابقا أن يوجه جهده منذ البداية إلى إصلاح مجلس النواب لكي يلتئم في جلسة، يعني مجلس النواب الآن يتخذ قرارات 30 عضو أو 35 عضو. طيب ولكن سيد بعيرة، أنت تحدثت بأن الحل يأتي من الليبيين أنفسهم، وهنا نحتاج إلى غسان سلامة لكي ينجز الاستفتاء على الدستور؟ ما اسمعش سؤالك. تحدثت يا سيدي الكريم في بداية النقاش بأن الحلول والإنجاز هو من الليبيين أنفسهم، سألتك عن يعني التأخر في إنجاز الدستور، حدثتني بأننا نحتاج إلى أيضا هنا تدخل من السيد غسان سلامة، لأن هناك تشدي في مجلس النواب كما فسرت لي، المسؤولين لا يحضرون الاجتماعات. هناك إشكال في مجلس النواب، كنا نحتاج إلى جهة طرف محايد، قد يكون بعثة الأمم المتحدة مؤهلة لذلك، أن تدعو إلى عقد ربما مجلس النواب في منطقة محايدة يأتيها جميع الأعضاء. يعني المهم عقد جلسة مكتملة النصاب لمجلس النواب، والبعثة الأمم المتحدة كانت يفترض أن تكون مهيئة للقيام مثل هذا الأمر. تجنب هذا الأمر وعدم الالتفات له
هو ما جعلنا الآن نتخبط ولازلنا نتخبط، والمؤتمر الوطني الآن عبارة عن قفزة في الهواء لا ندري أين توصلنا. طيب هنا أذهب إلى السيد نزار. نعم الصورة واضحة جدا سيد بعيرة، هل يعني إقدام سيد غسان سلمة المضي قدما نحو إنجاز المسارات التي تحدثت عنها سيد نزار، هل هو فعلا لأن المؤسسات في داخل الدولة هي فعلا منقسمة على ذاتها؟ طبعا هي مؤسسات منقسمة، يعني فكرة الاتفاق السياسي هو توحيد هذه المؤسسات، لكن الآن نحن في مرحلة انتقالية والنظام السياسي في حالة من الفوضى، حالة من التشظي، فبالتالي أي فعل من داخل المجتمع إما أن يؤدي إلى فوضى بزيادة أخرى كهذه المؤتمرات، وإما أن يكون دافع لهذه الأطراف السياسية أن تدرك حجم الآراء الموجودة داخل المجتمع. ففكرة غسان سلامة، المجلس الأمن ينظر إلى ليبيا كدولة لها مؤسسات سيادية، فبالتالي هو يرحب بالاتفاق السياسي. لكن غسان سلامة في كشخص كغسان سلامة يرى بأن المجتمع الليبي قادر على أن يبني نفسه ومن خلال حوارات معينة، قد يكون خلال خلل في المؤتمر، لكن فكرة مشاركة المجتمع، تكوين شبكات مجتمعية الآن تضغط على السياسيين للتوافق، أن يكون هناك صوت للمجتمع في المشهد السياسي، هذه كفكرة أساسية إيجابية. الطريقة، الآليات فيها أخطاء، من يدعى هذا يمكن لو يعني يحسن مجلس النواب أو كان لدى مجلس النواب الرغبة في حل المشكلة والمجلس الأعلى للدولة يتفاعل معها بشكل إيجابي، ينظم، يحاول أن يفرض أجندة معينة، يكون هو داعم لهذا الحوار المجتمعي. لو قام مجلس النواب أو مجلس الأعلى للدولة أو مجلس الرئاسي بهذه الخطوة لما أحد سأل في غسان سلامة، لأن فيه 350 ألف نازح في ليبيا، هناك الجنوب مشتت، هناك إشكالية في الشرق، إشكالية كبيرة، هناك مدينة محاصرة، تداعيات عدم الاتفاق. المجتمع يريد أن يشارك في حل إشكاله، لم يجد إلا غسان سلامة. طيب. فاستجاب. المفروض يكون التفاعل إيجابي من الطرف الآخر، لا رفض. أنا ضد احتكار المشهد السياسي في الاتفاق، تضخيم الاتفاق السياسي لاحتواء كل نشاطات المجتمع، هذا جزء من حالة من رغبة السياسيين في السيطرة على المشهد. طيب ممكن الخروج منها بإشراك المجتمع بطريقة منظمة، إذا أخطأ غسان سلامة في الطريقة نرشد، أما الفكرة الأساسية بأن إشراك المجتمع الليبي في حل المشاكل لا أظن أحد يقدر يعترض عليها. طيب أصلاً. هذه الخطوة هو المؤتمر الذي نتحدث عنه اليوم، هنا أريد أن أسأل فيها سيد البكوش، إذا كانت هذه الخطوة من قبل سلامة هي غير مناسبة، هنا إنجاز الوصف، ما الذي باعتقادك كان يجب على غسان سلامة القيام به؟ أنا أقول لك أنا لا عندي حزب خايف عليه ولا عندي منصب ولا عندي حاجة خاف عليه. خليني أقول لك، جميع الحلول في ليبيا كلها حلول سيئة، تبي تختاري الحل الأقل سوءا، يعني كلها كيف ما يقولوا العرب لولا كرعين بقر ما في ما تختاري. ولكن أقصر طريق هو الضغط على مجلس الدولة ومجلس النواب بالوصول إلى اتفاق، لأن قصة هالمؤتمر يعني كيف يمكن أن نضغط عليهم سيد البكوش؟ ما هو الضغط ضروري، تبي شويه عصي وشويه جزر، لكن خلينا نكون واضحين، نحن اللي نفسرها في نقاش، يعني كيف نضغط على من رفض الجلوس على الطاوله؟ نحتاج منك، انت تحدثت عن حلول. بالله والنبي خلينا من قصة الجمود والحراك الشعبي وهذا النقاش اللي يقول فيه السيد نزار كريكش. نحن عارفين بعضنا الليبيين، درنا مؤتمرات ودرنا وثائق طيب شرف، فلنستمع منك لحلول سيد البكوش. ما نعرفوش نقمعزوا يا سيدتي، ما نعرفوش نقمعزوا وانتحدثوا، يعني تو الليبيين في خلال، هو قال لك في بعد رمضان نبي ندير المؤتمر الوطني الجامع، يعني الليبيين في جميع أنحاء ليبيا يبي يجتمعوا ويناقشوا هالمواضيع كلها وبيوصلوا إلى حلول، وبعدين بعد رمضان بنطلعوا بحل اللي ما طلعوش به مجلس نواب مجلس دولة، نضحكوا على من نحن ليبيين وعارفين روحنا، ما عندناش القدرات هذه. لما جمعز لك واحد شيخ قبيلة ما عندهاش حتى الابتدائية، وواحد آخر أستاذ جامعة، وواحد عسكري، وتقولي لهم في ساعة ونص يا 200 نفر كل واحد. طيب هذا تجاوزناه سيد البكوش، كيف نجعل الأعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة يجلسون على طاولة الحوار؟ كيف ذلك؟ تبي تصبري، ما فيش حل واحد آخر، ما في، شنو الحل؟ ويبقى الليبيين على حالهم على ما هو عليه. أسمع، القبعات الحمر ولا القبعات البيض اجتمعوا مليون مرة في جميع أنحاء ليبيا، والسياسيين اجتمعوا والأحزاب اجتمعوا، ما عندناش السيد غسان سلامة يتباهى
بما حدث بمشاركته في مؤتمر الطائف اللي حل المشكلة الليبية اللبنانية، قال جبنا البرلمان اللبناني اللي ما اجتمعش من 17 سنة واللي ربع أعضاء ماتوا، جبناهم وبقى يا غسان سلامة حرام، أنتوا 17 سنة حرام فيهم هذو، يا ليش تبديرها؟ أين تكمن المشكلة سيد البكوش؟ المشكلة في سلامة أم المشكلة في من يتقلد المناصب داخل الدولة؟ المشكلة في سلامة، لأن يتعامل بطريقة متعالية، طريقة فوقية مع الليبيين. يعني لما يجيه مجلس النواب ومجلس الدولة ويقولوا لنا بنجتمعوا، هو يقول لهم لا ما فيش اجتماع. كمان أنت قصة سلامة مش تقول لمجلس النواب ومجلس الدولة لا ما فيش اجتماع؟ هذا تحليل أم تصريح لديك بأنه رفض أن يجتمع؟ هذا تصريح من غسان سلامة نقلتوه أنتوا على الشاشة بتاعك. نقلنا بأنه رفض أن يجتمع. أي قالهم لما ما فيش اجتماع، لأنكم ما طرحتوش حاجة تعطيني انطباع بأنكم حتوصلوا إلى حل. ولذلك أنا حنحاول محاولة شخصية، وتوى في مؤتمر مسلم قال لك أنا المرة الجاية الدول المتحدة سنعلن انتهاء تعديل الاتفاق السياسي. تبقى من أنت غسل سلامة مش دير هذا كله؟ طيب نحن نقلنا بأنه قال بأنه سأبدأ محاولة أخيرة. طيب على العموم سيد البكوش، بهذا نكون أو معك وصلنا إلى ختام هذا الملف. أشكرك شكرا جزيلا السيد صلاح البكوش، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس الناشط السياسي. أشكر ضيفنا هنا في الاستوديو السيد نزار كريكش مدير مركز بيان للدراسات. أشكر أيضا الدكتور أبو بكر بعيرة عضو مجلس النواب، كان معنا عبر سكايب من بنغازي. أشكرك أيضا، شكرا جزيلا. قذافي كان يخوض كثير من المعارك اللي ما كانش محتاج لها ولا ليبيا محتاج لها، ولكن زي ما قلت لك محاولة وراثة عبد الناصر. قلت له يا باشمهندس السيف، يعني يراه دعم دولة عظمى زي الولايات المتحدة ما هوش نكتة. سنة 2014 تحدثنا، قال لي أنا نبي منك حق هالكلام اللي انت قلته. شوف، العمل السياسي يفتح لك ألاف الكيلومترات، أكبر من الدبابة وأكبر من المدفع، وهذا الكلام هو يشهد جلوش شجرة. الآن أعرف أن وضعه فوضى واحدة، أن في مناطق دمرت ما كانش لازم تدمر، أن بنغازي لم يكن يجب أن يكون هذا هو مصيرها. محمد بويصير ضيف برنامج شاهد، يأتيكم في الأوقات التالية. أهلا بكم من جديد. أعلنت قبائل التبو واللواء السادس مشاة التابع لعملية الكرامة وقف إطلاق النار في المنطقة الجنوبية بناء على الجهود التي قامت بها أطراف عدة، كما أعلن مجلس النواب حالة الطوارئ في المنطقة نتيجة لطلب تقدم به نواب الجنوب لرئيس المجلس عقيلة صالح. التفاصيل في التقرير المتابع. حلقة جديدة في مسلسل معاناة الجنوب، عنوانها اليوم وقف إطلاق النار. إطلاق نار طالبت به جهات عدة بمختلف توجهاتها السياسية، وأعلنت البدء في تطبيقه اليوم قبائل التبو واللواء السادس مشاة آلي التابع لعملية الكرامة. اللواء السادس مشاة في بيانه المعلن لوقف إطلاق النار أكد أن الوقف من جانبهم بدأ فعليا، وأن هذا الوقف قد يخرق من قبلهم في حالة واحدة، وهي الدفاع عن النفس ممن سموها العصابات الإجرامية الخارجة عن القانون، في وقت أعلنت فيه قبائل التبو أنها ستسعى لوقف إطلاق النار استجابة لجهود مجلس قبائل فزان. إيقاف إطلاق النار من بعض الأطراف المتصارعة في الجنوب أعقبه قرار من مجلس النواب أعلن بموجبه حالة الطوارئ في المنطقة، إعلان جاء نتاجا لطلب تقدم به النواب الممثلون للجنوب لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مؤكدين فيه أن الوضع الأمني والإنساني المتردي بالمنطقة يستوجب حلا جذريا وتدخلا حاسما من مختلف الجهات الرسمية في الدولة.
الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أكد أن المجلس في جلسته الأخيرة أقر بالفعل حالة الطوارئ بالجنوب، مضيفا أن رئيس المجلس عقيل صالح سيتوجه إلى الجنوب في الأيام المقبلة للوقوف على حقيقة الأوضاع الأمنية والإنسانية، لنتساءل وفقا لذلك عن قدرة الأجهزة التشريعية والتنفيذية والأمنية على تفعيل قرارات لا يتجاوز أثرها مساحة أوراق طبعت عليها تلك القرارات. لمناقشة هذا الملف معنا عبر الهاتف من القاهرة عضو مجلس النواب السيد صالح قلمة، من قطرون عضو لجنة المصالحة عن التبو محمد صندو، من سبها رئيس مؤسسة ليبيا للجمعيات الخيرية والتنمية السيد محمد رحيم. أبدأ من عضو مجلس النواب السيد صالح، أصدرتم قرار أعلنتم فيه بأنها حالة طوارئ في الجنوب، لماذا وكيف سينفذ هذا القرار أولا؟ في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين الذي عليه وحده نتوكل دائما وفيه نستعين. شكرا على هذه الاستضافة. طبعا أنا اليوم لست حاضر لجلسة مجلس النواب، ولكن كان في جدول الأعمال منذ الأسبوع الماضي أنا كنت حاضر في مجلس النواب أن سوف نناقش موضوع الجنوب. علمت طبعا أن مجلس النواب في هذه الجلسة اتخذ قانون للطوارئ، ولكن لحد الآن لم يصدر أي بيان سواء مرئي أو مكتوب من مجلس النواب. وهل هو اتخذ من قبل القائد الأعلى باعتبار أن رئيس مجلس النواب يحمل صفة أخرى صفة القائد الأعلى؟ وأعتقد أن تم النقاش حسب ما تواصلت وحسب ما رأيت أن مجموعة من النواب وليس نواب الجنوب بالكامل، أعتقد أن عدد 5 من النواب و5 آخرين 10 أشخاص. طيب سيدي الكريم أستوقفك قليلا فقط لأننا اطلعنا على ورقة موجهة من أعضاء، أستوقفك قليلا فقط لمناقشة هذه النقطة. اطلعنا على ورقة موجهة من أعضاء من مجلس النواب، 10 أعضاء تقريبا هم من توجهوا بالطلب إلى مجلس النواب، ومجلس النواب أقر وأعلن حالة الطوارئ. يا أختي لحظة، لا تخاطعيني، سوف أصل لك المعلومة للسادة المشاهدين. تفضل، أنا فقط قطعت لاستيضاح المعلومة، تفضل سيدي الكريم. طبعا هناك عدد 10 نواب وقعوا، ليس العشر نواب الموقعين على الورقة من الجنوب، 5 منهم فقط من الجنوب، 3 من الرجال و2 من العنصر النسائي. تقدموا بالورقة إلى مجلس النواب، وتقدموا بها بناء على بيان قد صدر يوم الأمس من وقفة احتجاجية كانت في داخل مدينة سبها. وكان الطلب واضح، يعني بناء على طلب من الذين قاموا بالوقفة الاحتجاجية، هم الذين طالبوا بإعلان حالة الطوارئ. وتقدموا بها الى مجلس النواب، انا ما اعتقد انها تناقش داخل المجلس واقرها، لكن من المفترض ان مجلس النواب يصدر اما بيانا مرئيا اما بيانا كتابيا بهذه الطوارئ. الطوارئ اللي هي اساسيات واللي مده معينه، القانون الطوارئ لا ياتي بمجرد نقاش او بمجرد كلام على الاعلام. واعتقد انه يحتاج الى الكثير، يعني اين الطوارئ في الجنوب؟ اين الجيش في الارض؟ الطوارئ هناك ادوات او هناك جهات تنفيذيه تنفذ قوانين الطوارئ، قوانين الطوارئ ليست بهذه الطريقه، ولكن لا مشكله، واهل الجنوب يعلمون، هم الذين موجودون على الارض، هل هناك امكان تنفيذ قانون طوارئ او لا؟ طبعا هناك مطالبات بذهاب رئاسه مجلس النواب وبعض النواب الى الجنوب للوقوف على الوضع بشكل يعني مباشر. ولكن طبعا رئاسة مجلس النواب إلى حد الآن لم تقرر الذهاب إلى الجنوب، وهذا ما حصل في جلسة مجلس النواب. طيب. في هذا اليوم عندما تواصلت أنا ومن خلال الاطلاع الآن، طبعا السادة من النواب هم بناء على طلب من الوقفة الاحتجاجية التي تمت أمس في مدينة سبها، تقدموا بهذا الطلب، ولم نجتمع نحن النواب الجنوب وعدد كبير من النواب الجنوب نطالب بقانون الطوارئ. نعلم نحن قانون الطوارئ ليس بهذه الطريقة أو بهذه الأمور، لكن الأمر يبدو أنه أمر إعلامي لا أكثر. يعني طيب سأعود لنناقش تفاصيل أكثر حول هذه النقطة، فقط دعني أذهب إلى السيد محمد صندو. سيدي الكريم، اللواء السادس آلي أو مشاء آلي أعلن إيقاف إطلاق النار، أيضا قبائل التبو أعلنت بأنه سيتم إيقاف لإطلاق النار، كيف تم الترتيب أولا لوقف هذا الإطلاق اللي هو مستمر له مدة طويلة في المنطقة الجنوبية؟ في البداية الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا في البداية أحييك وأحيي قناتكم الموقرة لاهتمام بقضايا الجنوب، كما أحيي مشاهديكم الكرام في كل مكان.
أما فيما يتعلق بالسبعة ففعلا تم الاتفاق بين اللجنة المشكلة من مجلس الاجتماعي الأعلى للمدن وقبائل فزان ومجلس قبيلة التبو بسبعة للتنسيق وإنهاء الأزمة على وقف إطلاق النار من قبل التبو وفتح طريق الزراعة القربة بحضور طبعا وسائل الإعلام ومشايخ أعيان فزان وذلك استجابة من قبيلة التبو للنداء أعيان ومشايخ المدن والقرى الليبية لوقف إطلاق النار وفتح طريق الدائرة القربة نظرا لما يعانيه المواطنين ما بعد سبها من ظروف قاسية نتيجة لقفل الطريق الرئيسي وقفل الطريق الدائري مما ترتب عليه انقطاع الخدمات عن خدمات المرضى والنقل والتنقل ما بين المدن الجنوب الأمر زاد من معاناة المواطنين في مدن غات وباري ومرزق وزنون المناطق ما بعد سبها. طيب تحدثت عن فقط استوقفك لمعلومة هامة وهو تحدثت عن فتح الطريق وهنا تم الإعلان عن فتح الطريق لمدة 7 أيام فقط. طبعا كان الاتفاق على وقف إطلاق النار وفتح الطريق من طرف واحد استجابة لنداء الأعيان ومشايخ مجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية يعني التبو لم يتصلوا بأي طرف ثاني ولم يجلسوا مع أي طرف آخر بل فتح الطريق ووقف إطلاق النار استجابة. طيب على ماذا استند التبو في هكذا خطوة وهو وقف إطلاق النار والطرف الآخر لم يعلن وقف لإطلاق النار؟ طبعا الوضع في سبها كما تعلمين معقد جدا جدا وحتى الآن فيه الالتباس في الأطراف المتقاتلة في سبها. طبعا نحن ليس لدينا علاقة بما صدر من أطراف أخرى بوقف النار كان الاتفاق ما بين قبيلة التبو ومجلس الأعلى بحيث أن التبو يقوم بفتح الطريق ووقف إطلاق النار لمدة 7 أيام وعلى المجلس الأعلى الاتصال بالطرف المعني في الجهة المقابلة لفتح الطريق الرئيسي ومن ثم تحديد المعني المباشر بقصف وبقنص المواطنين والمارة ومن ثم الجلوس أو اتخاذ الإجراء المناسب بعد ذلك. طيب سأعود إليك سيد صندو لمناقش تفاصيل أكثر عن مدى التزام التبو بهذا الوقف وهو وقف إطلاق النار. أذهب إلى السيد محمد رحيم. سيد الكريم هل تعتقد بأن هذا القرار المعلن من قبل اللواء السادس مشاة وأيضا التبو سيكون ملزم لكل الأطراف وقابل للتفعيل على الأرض؟ سيد محمد نعم معي السؤال لو سمحتي. سألتك عن مدى جدوى تفعيل وقف إطلاق النار من الأطراف التي أعلنت وقف إطلاق النار وهو اللواء السادس مشاة وقبائل التبو. أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أحييك أختي فاضلة وأحيي ضيوفك الكرام. طبعا وقف إطلاق النار كما ذكرتم في تقريركم كان بين قبيلة التبو واللواء السادس وهذا ما جاء عن رئيس مجلس النواب لهذا أعتقد ليس هناك أي طرف آخر معني بالصراع سوى هل أفهم منك بأن في المنطقة الجنوبية لا توجد أي أطراف أخرى متناحرة على الأرض سوى اللواء السادس مشاة والتبو؟ هذا ما ذكره تقريركم وهذا ما قاله السيد رئيس التقرير لم يفصل الصراع بين من ومن وهذا يكفي إذا أردنا أن نصوت بأن هناك صراع قبلي فتح الطريق لم يتم بين الطرفين إنما تم بين المكون الموجود وبين التبو وإذا سلمنا بأن هناك طرف آخر لماذا لم يتم التحاور معه على أساس فتح الطريق على كل نحن فعلا لو أردنا حقيقة حل هذه الأزمة فكل المبادرات لا تحل الأزمة والأزمة ستظل مستمرة لأن الحلول تكمن في حقيقة مبنية على حقيقة الصراع
فقط. إذا نظرنا إلى حقيقة الصراع الموجود في المنطقة الجنوبية فعلا ونظرنا بعمق ومصداقية سنجد الطريق إلى حل هذه الأزمة. وإذا أصبحنا لا ننظر لهذا الصراع بشكله الصحيح لن يكون هناك حل. ذكرت قبل قليل بأن مدة الهدنة هي 7 أيام. فتح الطريق. هل 7 أيام كافية لرفع معاناة سكان الجنوب؟ أبدا. ولكن أعتقد بأن هذه حلول تلفيقية يجب أن تكون حلول الحلول مبنية على المصالحة الاتفاقية التي وقعت في روما وتنفيذ بنودها. بهذا الشكل سنصل فعلا إلى حلول، وإذا لم نستطيع تنفيذ هذه الاتفاقية إذا أعتقد. طيب، لأنك تحدثت عن الحلول، كيف وجدت الحل الذي جاء عن طريق مجلس النواب وهو إعلان حالة الطوارئ في كامل المنطقة الجنوبية؟ هذا كان يجب أن يكون منذ فترة. نحن نؤيد تدخل مجلس النواب ونؤيد تدخل الدولة بكل ثقلها سواء بجهاز التشريعي أو بالتنفيذي. وجود الدولة وتحرك نواب الجنوب بهذا الشكل أعتقد سيضيف شيء جديد لحل الأزمة، ولكن يجب العودة إلى الحقيقة الأزمة لنستطيع حلها بشكل حقيقي. نشكر مجلس النواب، نشكر كل الأخوة الذين قاموا بفتح الطريق. طيب، لأنك تحدثت عن مجلس النواب، دعني أعود إلى السيد صالح لأسألها عن تفاصيل هكذا إجراء وهو إعلان طوارئ. سيدي الكريم، تحدثت أنت أيضا بأن هذا الإجراء يحتاج إلى تدابير وإجراءات قانونية حقيقية. كيف تعتقد بأن مجلس النواب سيفعل هكذا قرار؟ أعتبرها إجراء إبارة عن حفظ على الغوار حتى إذا كان صدر بيان مجلس النواب عندما يناقش قانون الطوارئ. قانون الطوارئ بهذه الطريقة من قومي تقدم تقارير داخل مجلس النواب، يكون هناك جلسة على الهواء، جلسة لم تكن على الهواء، ولم يصدر قرار إلى الآن. قصدك لم يصدر قرار من مجلس النواب، لا كتابي ولا للمشاهدين على أساس أن هناك قانون للطوارئ في المنطقة الجنوبية، وأهل الجنوب يدركون ذلك والآن يستمعون إليه. في الجنوب لا توجد قوة على الأرض لكي تطبق قانون طوارئ. قوانين الطوارئ لا تأتي بهذه الطريقة، يعني أنا أعتبر نوع من يعني الإجراء الشكلي فقط بهذه الطريقة. هل قام مجلس النواب بذلك؟ يعني هل نستطيع أن نصفها بأنها مجاملة مثلا؟ مجلس النواب، نعم. لماذا قام مجلس النواب بهكذا خطوة وتفعيلها على الأرض؟ يعني صعب جدا واقعيا في ظل انقسام حقيقي على الأرض. مستحيل أهل الجنوب اليوم اتصلوا بأي شخص من الجنوب حيقول لكم ذلك. وايضا لم يصدر بيان الى الان، لم يصدر بيان الموضوع. هناك طلب قدم من مجموعه من النواب رايناه على ورقه، طبعا بناء حتى النواب ذكروا في الطلب بناء على وقفه تمت في مدينه سبعة يوم الامس، طالبوا فيها الذين تواجدوا في الوقفه ان يكون هناك طوارئ في الجنوب، وتم مناقشه ذلك داخل قاعه مجلس النواب. انا لم اكن موجود ولم يخرج. عندما مجلس النواب يتخذ قرار يجب ان يخرج القرار اما كتابيا ام يخرج بيانا مرئيا. طيب، أولئك المعتصمين يعني قدموا أو طلبوا بعديد الطلبات، طلبوا المجلس الرئاسي، طلبوا أيضا بممثلين مجلس النواب بالانسحاب في حال عدم التنفيذ. لا يكون ذلك قانون طوارئ مفتوح بهذه الشكل أو بهذه الطريقة. أنا أعتبر أن الموضوع عبارة عن موضوع ونقش داخل مجلس النواب لم يصل إلى مستوى القرار أصلا. طيب، لنتحدث بصراحة أكثر، إذا كان مجلس النواب هو مدرك لعدم قابلية تنفيذ هذا هكذا قرار، لماذا أعلن الطوارئ؟ لا أعلم، لم أرى الإعلان. أنا إلى الآن أقول لك لماذا لم تكن حاضر للجلسة سيدي الكريم؟ لم أكن حاضر وتواصلت، ولكن يجب أن يكون هناك إعلان كبقية الإعلانات التي تخرج من النواب. عندما نتخذ قرار كان يصدر القرار ويوزع لوسائل الإعلام، أو يكون هناك قرار مرئي لكي يعرض على وسائل الإعلام لكي يعلم الناس أن مجلس النواب اجتمع وقرر، ولكن ما نسمعه ما يتداول وسائل التواصل. طيب، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب أكد هذا القرار وأعلنه، وأيضا الصفحات الرسمية لمجلس النواب أكدت، الموقع الرسمي أكد على ذلك. بتحدث مجلس النواب ليس عضو داخل مجلس النواب، بتحدث مجلس النواب اذا كان اكد يفترض فيه ان يخرج هذا القانون او هذا القرار على الاعلام. انت كمجلس نواب لم يصلك
معلومة بأن مجلس النواب فعلا أقر هذا القانون؟ أنا تواصلت مع المتحدث من مجلس النواب وطلبت منه أن يرسل لي، ولكن للأسف قد يكون خارج التغطية أو لم تصله رسائل لم يرد إلي إلى الآن. طيب دعني سيدي الكريم أعود فقط إلى السيد محمد صندو لأخذ تفاصيل وقف إطلاق النار. أعتذر جدا للمقاطعة ولكن أحتاج إلى تفاصيل أكثر من السيد محمد صندو عن وقف إطلاق النار. سيدي الكريم تحدث بأن التبو هم ملتزمون بوقف إطلاق النار، كيف هي آلية تثبيت أو تفعيل هكذا التزام على الأرض مقابل بأن رأينا عضو مجلس النواب هنا يقول بأن هناك صعوبة في تنفيذ هكذا على الأرض؟ طبعا الذي حصل اليوم في السبع هو التزام من التبو لمشايخ وأعيان وشيوخ قبائل فزان قبائل ومدن فزان بأن التبو عند استجابة لمطلب هؤلاء الشيوخ أعلنوا وقف إطلاق النار من طرف واحد وفتح الطريق ومهل للأعيان والمشايخ مدة أسبوع لفتح الطريق الرئيسي الرابط ما بين سبها ومرزق. وهذا الطريق الرئيسي وهو الذي يمر من أمام قاعة شعب وطريق طرابلس وطريق مرزق مقفل الآن حتى تاريخ اليوم وحتى الساعات القليلة الماضية كان فيه قصف. طيب هل فعلا قبائل التبو أعلن وقف إطلاق النار لوجود ضمانات ما ربما من جهات رسمية في الدولة؟ نعم، قبائل التبو عندما أعلنوا وقف إطلاق النار هل هناك ضمانات ما جهات رسمية؟ ما نعلم بأن التبو جلسوا مع مجلس الرئاسي في فترة من الفترات. ضمانات أن التبو طبعا وقف إطلاق النار وفتح الطريق الدائري جاء استجابة لمكونات الجنوب من القبائل الأخرى التي أتت إلى التبو وطلبوا من التبو فتح الطريق نتيجة لمعاناة المواطنين في المناطق الأخرى، ولكن لم يتم اتفاق نار مع أطراف المتقاتلة الآن في سبع الطرف الثاني لحد الآن لم يعلن وقف إطلاق النار، وما تم إعلانه من قبل اللواء السادس أنا أعتقد أن لا أثر له على الأرض، لأن الآن اللواء السادس أعلن بأنه هناك وقف تام من قبله لإطلاق النار ولكن إلا في حالة الدفاع عن النفس. يا سيدتي إن الوضع في السبا ما لم نرجع إلى حقيقة الوضع في السبا ويعترف كل الطرف طرف الصراع ويجلس معا لحلحلة الوضع في السبا، الإجراءات المتخذة الآن أنا شايفها إجراءات شكلية وسنعود إلى مربع الأول إذا لم يجلس الطرفين المعنيين بشكل مباشر في الأحداث الأخيرة. طيب بهذه النقطة فقط أذهب إلى ضيفي الآخر وهو السيد محمد رحيم، إذا احتفظ كل طرف بحق الدفاع عن نفسه في حال حدوث أي خروقات كيف يمكن تفعيل وقف إطلاق النار برأيك؟ سيدتي أولا يجب أن نحدد الأطراف التي المتصارعة على الأرض من هي. السيد محمد دائما يحاول أن يجعل الطرف الآخر هو طرف قبلي وليس اللواء السادس كما ذكر التقرير وكما ذكر مجلس النواب وكما يعرف الجميع، ولكن حتى نستطيع إيقاف إطلاق النار فعلا أنا أخذ جانب من حديث السيد صالح بل لابد من وجود قوة على الأرض ترعى هذا الاتفاق، والقوة أعتقد بأن كذلك هناك الاستصلاح بأن القوة موجودة على الأرض، فأعتقد بأن البرلمان عندما أكد على قانون الطوارئ أو قرار الطوارئ بالتأكيد هو يدرك لما يفعل. طيب ولكن سيد صالح قال بأن هذا القرار غير قابل للتفعيل وهو عضو مجلس نواب. أنا لا أعترف بأنه ليس عضو مجلس النواب، نعرف عضو مجلس النواب، ولكن الواقع الموجود الآن على الأرض بالتأكيد بأن مجلس النواب مجتمع لا يقر شيء من قرار، ثم أن قيادة الجيش
هي الآن تتواجد في القواعد في منطقة سبا وفي أبراق وفي تمن هند موجودة على الأرض. إنهاء الوضع المتردي الإنساني في الجنوب يحتاج إلى ماذا مضاف إلى وقف إطلاق النار برأيك؟ يحتاج إلى الكثير. المسؤولية لا تقع على الدولة فقط، تقع حتى على سكان الجنوب ونواب الجنوب. تحتاج للأطراف المتصارعة بكل أشكالها وأنواعها أن تجلس وتحل كل مشاكلها وتنظر لليبيا فقط لا أكثر. إذا وصلنا لهذه القاعدة سنصل إلى حل جذري لمنطقة لمشاكل الجنوب، وإذا لم ننظر لمصلحة الدولة سوف نستمر وتستمر هذه الحلول التلفقية. لكن علينا أن نجلس سواء مكون سواء جيش حتى نتكاثف حتى نستطيع أن نخرج المنطقة الجنوبية من أزمة. فكرتك واضحة جدا سيد محمد. الجنوب. نعم وضحت الصورة، ونظرا لضيق الوقت أنهي معك هذا الملف. كنت معي رئيس مؤسسة ليبيا للجمعيات الخيرية والتنمية سيد محمد رحيم، كنت معنا من سبها. أشكر ضيفنا من القاهرة عضو مجلس النواب السيد صالح قلمة، من القطرون عضو لجنة المصالحة عن التبو السيد محمد صندوق. أشكركم مشاهدينا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.